دلوقتي نروح مع حضراتكم نسمع المتخصصين بيقولوا ايه. معانا على التليفون دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبنتكلم على مساله تخزين الادويه او حفظ الادويه داخل البيوت. هل احنا كمصريين عندنا عادات خاطئه في مساله حفظ الادويه؟ ومثلا هل المفروض احطه في درجه حراره مناسبة لأدوية معينة؟ مسألة إنه الدواء يبقى التاريخ الصلاحية الموجود عليه انتهى، لكن إحنا بنقول إنه ينفع ناخده بعدها بكم شهر، حقيقي ده إيه؟ صباح الخير أستاذ هديل الأول، وصباح الخير الأستاذ محمد. صباح النور فهم. وكل مشاهدينكم الكرام. أهلا بحضرتك يا دكتور. موضوع جميل، إن إحنا فعلا عندنا عادات كتيرة يعني محتاجين نحسنها شوية في تخزين الدواء من أول ما بنشتري الدواء من الصيدلية لغاية ما نرجع البيت. حتى الصيدليه بيبقى ليها شروط، يعني احنا معظم الادويه احنا بنقول دايما درجه حراره الغرفه دي اخرها 30 من الامبيان. فلو انا مثلا اشتريت الدواء من الصيدليه وحطيته في شنطه العربيه ورايح مشوار، ده اكتر من 30، ده اول مشكله في الحفظ مثلا. فده اول حاجه ما ينفعش يتحط في شنطه العربيه. وتي مده قد ايه يا دكتور؟ لو درجة حرارة كسرت 30، يعني مثلا انا لو ركنت العربية وسبت الدواء جوه العربية خلاص دي كسرت ال 30، الدواء يبقى كده باظ. ايا كان قعد ربع ساعة نص ساعة مش هتفرق؟ انا طبعا يعني على حسب، لو في الشتاء ومفيش شمس وبتاع خلاص تمام، لكن طبعا لو في الصيف ده درجة الحرارة اليومين دول واتساب في اي وقت في العربية واتقفلت العربية ومشيت ورجعت له غالبا درجة الحرارة كسرت 30 يعني. ده احنا معظمنا يا دكتور بيعمل كده وما نتخيلش انه ده يخلي الدواء يبوظ. ناس بتسيب ادوية في العربية. احنا بنروح ماشيين بعلاج دايما يا دكتور. بالظبط، شريتين ثلاثة كده في العربية احتياط، دول بايظين مبدئيا، دول خلاص دول باظوا. بايظين يعني يا دكتور، ما هو احنا اكيد كلنا بنعمل الحركة اللي حضرتك قلتها دي واخدنا الدواء، تأثيره علينا ايه؟ لا لا، هو ما فيش مشكله، هو في ادويه وده معظم الادويه، هو لو درجه الحراره بتاعته عاليه او ان هو عدى الصلاحيه فعاليته بتقل. معظم الادويه كده، قليل من الادويه اللي هو لو صلاحيته خلصت او ان هو مثلا تعرض لدرجه حراره عاليه ممكن يجيب اثار جانبيه، دي عددها قليل وبتبقى معروفه يعني. لكنه بشكل عام يا دكتور امن لكنه غير فعال. امن الى حد ما، لان طبعا انا ما نعرفش الدواء ده طبيعته ايه، في ادويه بتبقى امنه، في بعض الادويه بس دي قليل اللي ممكن لو درجه الحراره عاليه تبتدي يبقى مؤذي لجسمك. زي ايه يا دكتور؟ ده بيبقى مكتوب عليها، زي مثلا الادويه اللي هتلاقوها موجوده في ورق مفضل عشان سهل على الناس، مش في ادويه الناس تشتريها تلاقي فوق الشريط في ورقه مفضله مثلا. ده ممنوع يتعرض لشمس ورطوبه. فده لو اتعرض واتساب في العربيه لا ده مضر، ما ينفعش يتاخد. ده للتبسيط يعني. فمعظم الادويه اللي عليها ورق مفضط من بره متغلفه بورق مفضط دي يعني ما ينفعش تتاخد لو الحراره عاد. طيب خلاص احنا رجعنا البيت بقى بنعمل غلطه ثانيه. بنحط الدواء يا اما عاملين صيدليه في الحمام او في المطبخ. اكتر مكانين فيهم حر وفيهم رطوبه. غالبا المكانين دول درجه الحراره بتوصل اكتر من 30 برضه والرطوبه بتاعتها عاليه، الادويه بتبوظ من الرطوبه، الدواء لازم يحفظ في مكان جاف، اللي هو دايما مكتوبه في اول حاجه في الانسيرت ليفلت اللي هي الورقه اللي موجوده النشره الداخليه، مكان جاف ودرجه حرارته مش عاليه. وهيبقى مكتوب دايما في النشره الداخليه لو كان الدواء ده محتاج ثلاجه. طيب لو محتاج ثلاجه محتاج برضو يتحط في مكان جاف في الثلاجه، ما يتحطش جنب مثلا حاجه ممكن تنزل عليه ميه تخلي الرطوبه فيه عاليه. فلازم برضه يبقى في درج معين وابقى عارف درجه الحراره بتاعته كام، هل هي من 2 ل 5 لغايه مثلا محتاج انه يبقى اقل من 2. في ادويه ناس كتير بتحط الادويه مثلا في الفريزر، لا الادويه ما تتحطش في الفريزر، الادويه بتتحط في الثلاجه الا ادويه قليله جدا. ده مثلا حاجه. طب انا تاريخ الصلاحيه محتاج ابص عليه كويس جدا لغايه اخر يوم في الصلاحيه انا ينفع استخدم الدواء. في ناس بتخاف يقول انا فاضل شهرين فمش هستخدم، لا لغايه اخر يوم مفيش مشكله. طب لو الدواء مثلا تاريخ صلاحيته خلصت، ايه احسن طريقه ان انا اتخلص من الدواء؟ في كذا طريقه، احسنهم ان انا ارجعها للصيدلي، لان الصيدله بيرجعوا الدواء انتهت صلاحيته تاني للشركه المنتجه، والشركه المنتجه هي اللي تتخلص منه، فدي امن واحسن طريقه. بس هو غالبا مش هيحصل يا دكتور، لان حضرتك عارف ان الصيدلي يباع خلاص. لا هم بيقبلوا يعني كل الصيدله، وانا صيدلي يعني كل الصيدله بيرحبوا بالموضوع ده، لان هو بالنسبه لهم مرتجع الدواء بيعملوا مرتجع، وشركات الدواء بيبقى عندها بونص كده للصيدله اللي بيرجعوا لهم الدواء الاكسباير تاني. حضرتك تقصد يا دكتور انه بيرجع الدواء وبياخد فلوس مقابل الدواء اللي هو رجعه؟ مش فلوس على حسب بقى الديل، مش فلوس بس يعني هو بيبقى فيه مثلا
تحفيز من الشركات عشان الادويه الاكسبير ترجع، فالشركات تعرف تعدمها في الشان اللي هو اعدام الادويه لبروتوكول خاص. وكل شركات الدواء بيبقى عندها يعني مهم بالنسبه لها ان هي تاخد الدواء الاكسبير وتعدمه هي عشان ما حدش ثاني يستخدمه، فيحصل له مشكله ترجعوا عليها مثلا بمشكله قضائيه مثلا. فدي حاجه. طب انا لو مثلا زي ما كنا بنقول الدواء موجود في ورق مخطط، ده كده بيسموه فوتو سنسيتيف، يعني ده ما ينفعش يتعرض لضوء، فده يتحط في مكان عتب. دي الحاجات الخاطئه. نعمل ايه بقى؟ يعني يحفظوا الادويه فين؟ الدواء محتاج يتحفظ في درج يكون جاف، في غرفه جيده التهويه، ولو كان فيها تكييف باستمرار ده هيبقى احسن، او لو كانت في مكان بيدخله هواء جيد. ده كل انواع الادويه يا دكتور؟ يعني مضادات حيويه، مسكنات، اي حاجه. الادويه اللي بتحفظ في درجه حراره الغرفه. طيب عظيم. بما اننا دلوقتي يا دكتور بنتكلم زي ما هدير بتقول على انواع الادويه، في ادويه طبعا بالتاكيد ما ينفعش ان احنا نستخدمها نهائي بعد انتهاء فتره الصلاحيه بتاعتها، زي الادويه بتاعه السكر وادويه السرطان والامراض دي، يعني دي اعتقد ان هي بتبقى مستحيل ان احنا نستخدمها. لكن في بعض الاوقات في ناس بتقول عادي لو اخذنا ادويه للمسكنات، مسكنات الالام والحاجات للصداع، هل ده صح؟ طب خلينا نقول قاعده عامه كده، الدواء خلصت صلاحيته ما استخدمش. تمام. في طبعا ناس كتير وفي المتخصصين ان في دراسات على بعض الانواع ان بعد ما بتنتهي الصلاحيه هي بس ممكن الفعاليه تقل بدرجه بسيطه فينفع نستخدمه، بس ده دايما في شروط الحفظ الجيده. يعني في دراسه كانت في الجيش الامريكي في فكره مد صلاحيه الادويه مع حسن الحفظ ودرجه الرطوبه. وهم بيحفظوا الدواء من غير ما يستخدم، لسه ما اتفتحش، فدرجه الحراره ما بتتغيرش والرطوبه ما بتتغيرش، فيطولوا الصلاحيه بتاعته. بس هل احنا بنعمل كده؟ هل احنا ضامنين ان درجه الحراره بتاعه الدواء ما عليتش؟ هل احنا ضامنين انه ما تعرضش للشمس، ما تعرضش للرطوبه؟ فالاحسن والامن ان انا ارجعه. دي ابسط حاجه. نقطه مهمه قوي يا دكتور، مساله انه احنا بنستخدم الدواء بعد ما بيخلص اعتقادا مننا على انه احنا دايما يعني كنا بنسمع كده من واحنا صغيرين انه ممكن بعض الادويه يتم استخدامها بعد تاريخ انتهاء تاريخ الصلاحيه. 6 شهور زي ما قلت. مش انا اللي كنت بقول، والدتي كانت بتقولي 6 شهور. فلكن مساله التخزين اللي حضرتك اشرت اليها وانه ده كان بيحصل قبل كده مع الحفاظ على شروط ومعايير دقيقة جدا في التخزين، يعني ما ننفعش احنا كافراد نعمل ده. ده صحيح، وده يرجعنا مثلا للناس اللي بتشتري ادوية المستوردة المهربة مثلا. كل الناس طبعا عارفة ان في اماكن كتير بتبيع الموضوع ده. معظم الادوية دي مثلا بتبقى جاية داخلة مصر على الطريق البري غالبا، متخزنة جوه عربيات مثلا ومعدية من بلد لبلد. فدي تعرضت لدرجة حرارة 60 يعني مش 30، فبالتالي احنا دايما بنقول ما تشتريش دواء مستورد حتى لو اصلي ومتهرب، لان غالبا هو متهرب جوه عربيه عشان طريقه التخزين. بالظبط، فتخزينه خاطئ تماما، فده اول حاجه خطر. حاجه ثانيه مثلا، في ادويه لما بتتفتح لازم تستهلك في وقت معين، زي ادويه الشرب مثلا. كل دواء بقى الصيدلي بيبقى المفروض اساله، وانا لو فتحت الازازه استخدمها لمده قد ايه؟ دي طبعا دي مهمه جدا، لان الناس برضو بتفتح ادويه الكحه والادويه القطره والمضاد الحيوي اللي بيتم بالظبط، وتفضل سايبها بالسنين وتقول انا طالما التاريخ لسه ما عداش. لا، وده بنتعرض له يا دكتور كمان مع ادويه الاطفال كتير. بالظبط. طب ما هنا دكتور واجب على شركات الادويه يا فندم، يخلص يمشي خلاص أرمي. واجب على شركات الادويه ان هي زي ما بتحط تاريخ صلاحيه بالنسبه للحاجات اللي بيبتدي من تاريخ الفتح، واجب ان هم يحطوا تاريخ كمان، يعني من بدايه الفتح يكتبوا من بدايه الفتح سنه عشان الناس تعرف برضو. هتلاقيها مكتوبه في النشره الداخليه. احنا بقى ما بنتعبش نفسنا، معلش، ما بنتعبش نفسنا وندخل النشره الداخليه. في النشره تلاقي فيه تاريخين، التاريخ الصلاحيه موجود على العلبه مره، ومن جوه لو كان الدواء ده لما بيتفتح لازم يستهلك زي القطرات في وقت معين بيبقى مكتوب في اخر حته في النشره الداخليه. حاجه بقى مهمه، يعني احنا بنشتري دواء زياده عن اللزوم. ايه اللي بيخلي معظم بيوتنا فيها ادويه منتهيه الصلاحيه؟ ان احنا دايما بنشتري اكتر ما احنا محتاجين. مظبوط. وما بنفرزش الدواء، يعني هو دايما الاحسن في البيوت ان الشخص يفرز الادويه اللي عنده كل 3 شهور. اللي قرب من تاريخ الصلاحيه وانا ما بستخدموش على الاقل اتبرع بيه. ودي يعني نقطه مهمه يا دكتور اسلام، انه في
اماكن بتاخد الادويه وبتوصلها للاماكن اللي تستحق ده، وده احنا ما يمكن ما بنعملوش، لكن الناس ابتدت تنتبه لاول حاجه ترشيد الاستهلاك، وان احنا نشتري على قد حاجتنا ونشتري شريط بدل ما احنا نشتري علبه، ولما احتاجها الاقي الدواء موجود في الصيدليه، والحاجه الثانيه انه اتبرع بالادويه اللي انا مش محتاجها. ده صحيح، في ناس امس الحاجه للدواء، واحنا كل سنه بنرمي كميات رهيبه من الادويه منتهيه الصلاحيه او بنفضل مخزنينها برضو الى ما لا نهايه بدون اي سبب. طيب دكتور اسلام، على اي اساس الشركات بتحدد فتره صلاحيه الدواء؟ لان احنا بنشوف ساعات سنه وساعات سنتين وساعات في ادويه بتوصل لثلاث سنين. ده سؤال جميل، سؤال علمي جميل. كل دواء بيبقى ليه حاجتين، اول حاجه الفعاليه مدتها ممكن تقعد قد ايه مع يعني لو كان في حفظ جيد ورطوبه جيده. فبيحسبوا حاجه اسمها التي هاف او منتصف مده الفعاليه. لو مثلا انا بعد ثلاث سنين اكتشفوا ان الفعاليه مثلا هتبتدي تقل بمقدار معين، فبالتالي ابتدي احط الصلاحيه بتاعتي بناء على المقدار. الحاجه الثانيه المعيار الثاني هو السلامه، ان ممكن الاستابيليتي او الاستقرار بتاع الدواء بعد فتره معينه يتغير. فبيحسبوا الفتره بتاعت استقرار الدواء السلامه ده بتقعد قد ايه، وبعد الوقت ده المواد بتاعه الدواء تبتدي تتغير او تبتدي يحصل فيها مشكله في الاستابيليتي، فيتحط بناء عليها الصلاحيه سواء كده او كده. ده سؤال جميل يعني، ده علم. شكرا ليك يا فندم. الحفظ يعني. كل طيب. شكر ليك طبعا. دكتور اسلام، كمان المستحضرات التجميل، الشامبو، الحاجات الخاصه بالشعر، تاريخ صلاحيتها واستخدامها بعد انتهاء تاريخ الصلاحيه. عموما المنتجات بقى اللي بره الدواء بتستخدم المفروض عشان احدد تاريخ الصلاحيه نفس الطريقه، المفروض اللي هي اكثر حاجه اللي هي الاستابيليتي بتاعت المواد نفسها دي. بعد انتهاء مده الصلاحيه هيبقى بعملها نفس معامله الدواء. اوكي، بس هو في حاجه مهمه في المواد سواء الغذائيه او مواد التجميل او حتى الدواء، ان انا اتاكد حتى لو مده الصلاحيه بتاعتها جيده ان الكونسيستنسي واللون والقوام يعني شكله ما اتغيرش او حاجه شكله ما اتغيرش، مش فاضل مثلا. خصوصا الاكثر حاجه مميزه في مثلا الشامبوهات والحاجات الكوزماتيك ان هي بتفصل، ممكن عليها فاصل فبيبان على اللون فبيبان على العبوه. لكن طبعا خصوصا بقى الحاجات اللي بتستخدم على الوش بالذات في الميك اب مثلا، ده مهم جدا ان ما يستخدمش طبعا بعد فتره الصلاحيه، لان ده زيه زي الدواء. احنا بنشكر حضرتك دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الدواء على كل هذه المعلومات الهامه جدا فيما يخص تاريخ الصلاحيه واستخدام الادويه واستخدام يعني المستحضرات التجميليه وكل هذه الاشياء، والانتباه للتخزين ولتاريخ الصلاحيه ده شيء مهم جدا جدا جدا.